متابعي قناة ماوك فلوغز داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا بكم معنا اليوم وتحية طيبة. اليوم جيت صورت لكم واحد المشروع مهم بزاف واللي تعطات الانطلاقة ديالو وكيخص مدينة المهن والكفاءات لجهة الدار البيضاء سطات، واللي غادي يتم الإنجاز ديالو من طرف الو اف بي بي تي، مكتب تكوين مهني هنا في النواصر بالقرب من مطار محمد الخامس، واللي غيتعتبر أكبر مدينة للمهن والكفاءات في المغرب على مساحة ديال 16 هكتار، وغادي يوفر 5435 مقعد بيداغوجي، وكذلك غادي يوفر مجموعة من الدبلومات في مستويات ديال التأهيل والتقني المتخصص، وكذلك كاين 125 تخصص غيكون منها 84 شعبة جديدة و41 تم الإعادة ديال الهيكلة ديالها. هذه المدينة ديال المهن والكفاءات غادي توفر كذلك 7 ديال الأقطاب، كاين القطب ديال الصناعة مع سلسلة مصغرة للإنتاج، قطب الرقمية والذكاء الاصطناعي مع مصنع رقمي، قطب التجارة والتسيير مع مقاولة افتراضية للمحاكاة، قطب السياحة والفندقة مع فندق بيداغوجي، قطب الفلاحة مع مزرعة بيداغوجية، وقطب الخدمات المقدمة للأشخاص والجماعات مع حضانة للتطبيق، كذلك قطب خاص بالصناعة التقليدية، بالإضافة إلى معهد ديال التكوين في مهن الصحة اللي غادي يتم الإلحاق ديالو بهاد المدينة ديال المهن والكفاءات. المشروع ككل غادي يطلب حوالي 600 مليون درهم بالنسبة لكلفة الاستثمار. كنتمنى هاد الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وللمزيد دخلوا القناة وديروا اشتراك.